أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين وتتابعون في أبرز عناوينها. مقتل 8 من رجال الشرطة المصرية في هجوم جنوب القاهرة تبناه داعش. في حادث هو الثالث خلال أقل من 4 أيام، مقتل شرطي سعودي خلال إحباط عمل إرهابي في الطائف. جلسة جديدة من المحادثات بين رؤساء الوفود اليمنية في الكويت، وحاملة الطائرات الأمريكية روزفلت تدخل خليج عدن. الطائرة السورية تدمر عشرات العربات لداعش في ريفي حمصة ودير زور، والمسلحون يخرقون الهدنة في حلب. وتتابعون في النشرة، حرائق كندا تدخل يومها السابع في ظل عجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليها وفرار نحو 100,000 شخص. أهلا بكم. تبنى تنظيم داعش الهجوم المسلح في مدينة حلوان جنوب القاهرة، والذي ذهب ضحيته 8 من عناصر الشرطة المصرية. بيان للداخلية المصرية أشار إلى أن 4 مسلحين كانوا يستقلون شاحنة صغيرة، اعترضوا حافلة تقل رجال الشرطة وفتحوا النار عليهم من أسلحة الرشاشة. ووفق البيان، فإن رجال الشرطة كانوا يرتدون أزياء المدنية ويقومون بمهمة أمنية أثناء تعرضهم للهجوم. راح تلف وقفت قدامهم، راح نزلين منها 3 من الصندوق كان متغطي، راح طالعين 3 ملتمين ومعاهم السلاح الآلي الحديث ده القصير ده ابو خزنه طويله، راحوا نازلين على طول دخل موتون جوه العربيه، ما فيش حد قاوم، يعني الشرطه ما ضربتش ولا طلقه، كلهم ماتوا هم قاعدين على الكراسي. والوقوف عند تفاصيل هذا الحادث وما خلفه، ينضم إلينا من القاهرة مساعد أول وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك. هل من تفاصيل إضافية عما حصل في مدينة حلوان جنوب القاهرة، خلاف ما أو بالإضافة إلى ما ذكر في بيان وزارة الداخلية؟ لا، هو الظروف العادية أن بتخرج دورية ليلية من معاهم مباحث القسم وقوة من الشرطة السريين لتحقيق حالات اشتباه جنائية علشان خاطر يظبط حرامي أو تاجر مخدرات أو تاجر سلاح، ويحقق الأمن والانضباط في دائرة اسمه في جميع الأقسام في العاصمة في القاهرة وفي كل محافظات الجمهورية. وأنا ضابط صغير كنت بنزل برضو بعربية شرطة أو بعربية مموهة ميكروباص ملكي، ومعايا 3 أو 4 مخبرين نحقق اشتباه، بنوقف واحد شايل شنطة شايل جهاز شايل إيه، راح فين جاي منين، ده لتحقيق الأمن الجنائي مش الأمن السياسي في دائرة الاسم، وبالمرة تأمين المنشآت الحيوية وتنشيط الحراسات في دائرة الاسم وتوعيتها بالظروف الراهنة. اللي حصل ان الميكروباص اللي كان بيستقله معه مباحث حلوان الشهيد محمد حامد ومعه 7 من أفراد الأمناء السريين في دائرة الاسم، يبدو ان هو حصلت عملية رصد لهذا الميكروباص، لان الميكروباص لا يحمل سيارة أرقام شرطة، تم رصده بمعرفة عن عنصر من عناصر رصد قبل على باب الاسم من بعيد، لان عناصر الرصد دي ما بتحملش اي اسلحة ولو اتظبطت مش هتؤدي لاي حاجة. ويقول ان العربية رقمها كذا شكلها كذا لونها كذا، هي اللي بتخرج يوميا بصفة منتظمة من الساعة 11 بالليل ل6 الصبح لتحقيق الانضباط الجنائي في دائرة الاسم. تم الرصد وتم مفاجأتها بعربية متركب عليها جرينوف، طبعا جرينوف ده السلاح الرئيسي لجماعة المشاة، بيضرب كميات رهيبة من الطلقات في الدقيقة الواحدة، معدله حوالي 300 طلقة في الدقيقة، فأودى بحياة كل أفراد الشرطة وضابط الشرطة اللي كانوا موجودين، نحتسبهم شهداء عند الله إن شاء الله. وأنا بأكد إن الأمن الوطني والأمن العام حاطط إيده على داتا كبيرة تؤدي إلى تحديد وكشف هوية منفذي هذه العملية، لأن هو اللي هناك، هو ما عندناش داعش في المنطقة دي، لكن في سلفية جهادية واتظبطت أكتر من خلية إرهابية تابعة للسلفية الجهادية في جنوب القاهرة، سواء في حلوان أو في المعادي أو في مصر القديمة أو في دار السلام،
ولكن بعض هذه الخلايا هارب منها أفراد، وده أكثر ما يمكن اللي هو بنسميها زيول التشكيلات العصابية الإرهابية. هذه الزيول بتبقى خلاص اسمها اتكشف وتحدد لجهات الأمن وتداول اسمه في التحقيقات وصدرت ضده أحكام، فبيكون خلايا جديدة بيكون أشرس وأقوى من الخلايا القديمة اللي كان ينتمي إليها. نقطة مهمة ذكرتها سيادة اللواء، تقول بأنه لا يوجد عناصر لتنظيم داعش أو خلايا لتنظيم داعش في المنطقة وإنما سلفية جهادية، ولكن بماذا تفسر تبني تنظيم داعش لهذه العملية التي يتضح من كلامك أيضا ومن بيان وزارة الداخلية بأن عناصر الشرطة كانوا يعني تحت رصد هذه العناصر يعني يقوموا بهذه العملية ضد عناصر الشرطة؟ بماذا تفسر تبني تنظيم داعش لهذه العملية؟ شوف حضرتك، تنظيم داعش تلقى ضربات قوية جدا ومجهدة من عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة في سيناء، واستهدفت قيادات كثيرة ليه سواء بالتصفية أو بالضبط، واستهدفت مخازن أسلحة وذخيرة، واستولت الشرطة والقوات المسلحة على ما فيها من ذخائر، والأباتشي حصد المئات من أفراده ويريد أن هو يرفع الروح المعنوية ويثبت وجوده بهذا الحادث، أن هو طبعا الفكر الإرهابي واحد وكل الفكر اللي عندنا كلهم سواء كانوا من التنظيم السري للإخوان المجرمين أو من العناصر السلفية الجهادية اللي بتتبع حازم أبو إسماعيل. وبالنسبة لبعض الأحكام اللي صدرت امبارح بإحالة بعض الأوراق أو القرارات القضائية بحالة أوراق بعض المتهمين في قضية التجسس للمفتي، فده كان رد فعل متوقع من نجاحات القوات المسلحة في ضربات داعش في سيناء. نمرة 2 الأحكام القضائية، نمرة 3 قيام السيد رئيس الجمهورية بافتتاح وحصد وجني محصول القمح في مشروع الفرافرة. كل ده كنا بنتوقع الأجهزة الأمنية القيام بأي عمل عدائي كبير يغطي على كل النجاحات اللي اتحققت في الآونة الأخيرة. كل الشكر لك اللواء محمد نور الدين، وأنت مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، كنت معنا من القاهرة. أعلن سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى القاهرة اليوم في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا لبحث آخر التطورات الراهنة في فلسطين. وقال الشوبكي أن أبو مازن سيجري مشاورات مع السيسي فيما يخص الوضع الفلسطيني، كما سيعقد لقاءات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري. دخل زعيم الحركة الإسلامية الجناح الشمالي الشيخ رائد صلاح السجن اليوم لقضاء محكومية 9 أشهر كان قد فرضت عليه بعدما أدين بالتحريض على العنف والعنصرية. وكانت المحكمة العليا قد رفضت استئناف صلاح لإدانته بهذه التهمة، ولكنها خفضت العقوبة من 11 شهرا إلى 9 أشهر. لا زلنا نؤكد أننا مع ثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية، وإذا لزم أن ندخل السجون كي ننتصر لها مرة بعد مرة أقول مرحبا بالسجون، مرحبا بالسجون، مرحبا بالسجون. في اليوم الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى ما يسمى بالمحرقة النازية، قارن نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي اللواء يائير جولان بين ما يجري في إسرائيل اليوم وما جرى في الحقبة النازية. مقارنة جولان أثارت عاصفة من ردود الفعل الغاضبة والمؤيدة. تقرير هاني فحص. مراسم إحياء ما يسمى في إسرائيل بذكرى المحرقة النازية تحولت هذا العام إلى محرقة سياسية لنائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء يائير جولان. المقارنة التي أجراها جولان بين ما يجري في إسرائيل اليوم وما جرى في ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية حولته من رمز يميني ومرشح جدي لرئاسة هيئة الأركان العامة إلى هدف لغضب اليمين وسخطه. إذا كان هناك ما يخيفني في ذكرى المحرقة فهو رؤية تحولات مثيرة للإشمئزاز حدثت في أوروبا عموما وفي ألمانيا خصوصا قبل 70 و80 و90 عاما، وإيجاد دليل لها بيننا اليوم في عام 2016. الصدمة التي أحدثتها تصريحات جولان سرعان ما ترجمت موجة انتقادات وتشهير، موجة وضعت ترشيحه لرئاسة هيئة الأركان برسم المجهول. وعلى الفور وقف اليمين باستثناء وزير الأمن موشي يعلون ضد جولان، فيما دافع رئيس المعارضة إسحاق هرزوغ عنه.
كلام غولان يثير الاستفزاز، فتحقير الكارثة في يوم الكارثة بالتأكيد سيسبب لنا أضرارا كبيرة جدا على المستوى الدولي. هذا الكلام ما كان يجب أن يقال. نائب رئيس الأركان اللواء يائير غولان أظهر جرأة وقال كلاما أخلاقيا وقيميا، وكلنا يجب أن نكون مع اللواء غولان. كلام الليل الذي أطلقه غولان محاه نهار اليوم التالي، فبعد التوبيخ الذي أرسله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للضابط الكبير، تراجع غولان عن تصريحاته. الانقسام السياسي حول تصريحات غولان انسحب أيضا على المعلقين والكتاب، بين من دعا إلى تأدية التحية لغولان لجرأته وحرصه، وبين من قال إنه أخطأ عندما اعتلى المنبر وتحدث كمحلل سياسي وليس كضابط في الجيش. في حادث أمني هو الثالث خلال أقل من 4 أيام، قتل شرطي سعودي خلال إحباط محاولة تنفيذ عمل إرهابي في مخفر شرطة حداد ببني مالك في الطائف، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية. وكانت قوات الأمن السعودية قد نفذت أمس عملية أمنية ضد عناصر من داعش كانوا يتحصنون في الهدى وآخرين في جبال الحالمة جنوب الطائف، بعد هجوم شنه مسلحو التنظيم على مراكز للشرطة جنوب المحافظة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن سعودي. قتل جندي سعودي خلال مواجهات بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى في منطقة الحثيرة السعودية القريبة من مديرية ميدي في محافظة حجة. في غضون ذلك واصلت طائرات التحالف السعودي تحليقها المكثفة على طول الشريط الحدودي في مديريتي حرض وميدي الحدوديتين، وفق ما أفاد به مصدر محلي للميادين. وفي محافظة البيضاء وسط اليمن نشبت مواجهات بين مسلحي هادي وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة، أو من جهة أخرى في مديريتي ذي ناعم والوهبية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية دخول حاملات الطائرات الأمريكية ثرودور روزفلت مع 6 فرقاطات إلى خليج عدن، سبقها وصول 200 جندي أمريكي مع عربات ومعدات عسكرية إلى المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد. بدأت جلسة مشتركة لرؤساء الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية في الكويت بحضور المبعوث الأممي لاستكمال التباحث حول محددات ومبادئ المحادثات. جلسة اليوم تأتي بعد أنباء تحدثت عن تعليق الجلسات المباشرة بين الأطراف اليمنيين، وهي الأنباء التي نفاها المبعوث الأممي مؤكدا استمرار المشاورات عبر مجموعة من الجلسات تعقد اليوم. خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف، بهذه الكيفية تدخل المشاورات اليمنية في الكويت أسبوعها الثالث من دون اختراق يذكر سوى تشكيل 3 لجان توقفت أعمالها قبل أن تبدأ، ليطرح المبعوث الأممي مقترحا جديدا بتشكيل لجنة مصغرة تبحث آلية تشكيل سلطة انتقالية توافقية. نحن نضرع اتفاق المبادئ، وهو أن نتفق على انتقال السلطة ذات شراكة واسعة للجميع، حكومة واحدة وطنية أو حكومة إنقاذ أو نسميها ما شئنا. هذا هو المبدأ الأساسي الذي على ضوءه نستطيع أن ننتقل إلى كافة القضايا السياسية والحوار السياسي. الخروقات الميدانية والحشود العسكرية ووصول قوات أمريكية إلى قاعدة العند الجوية أرخت بظلالها أيضا على نقاشات المتفاوضين. تأزم واضح في مسار المشاورات التي تمضي دون محددات ومرجعيات متفق عليها، والخلافات مستمرة بشأنها، ووفد الرئيس هادي يتمسك بالمرجعيات المعلنة كما يقول من الأمم المتحدة. المرجعية طبعا هي ما تم الإعلان عنه من قبل الأمم المتحدة، 3 مرجعيات: المبادرة الخليجية والقرار الدولي وكذلك مخرجات الحوار الوطني. الطرف الآخر يصر على إدخال مرجعية أخرى، ما تزال هذه نقطة من نقاط الاختلاف. المخاوف من تعثر وفشل المفاوضات قائمة في ظل المراوحة واستمرار التراشق بالاتهامات وانعدام الثقة بين الأطراف المشاركة. المرحلة الحرجة التي وصلت إليها المشاورات اليمنية يجعلها أمام طريقين لا ثالث لهما،
إما الاستمرار وفق مبادئ ومحددات واضحة وبالتالي الوصول إلى اتفاق سلام، وإما التعثر والفشل وانتظار جولة جديدة. أحمد عبد الرحمن، الكويت، الميادين. ونبقى مع زميل أحمد عبد الرحمن معنا من العاصمة الكويتية. أحمد، يعني كيف تسير المفاوضات، وهل من جلسات اليوم إلى أين تسير الأمور؟ هل هي تسير نحو التشاؤم أو التفاؤل؟ جلسات اليوم كانت مع الوفود المشاركة، مع وفد صنعاء وأيضا وفد الرئيس هادي. هذه الجلسات عقدت أيضا بشكل منفصل مع المبعوث الأممي، لكنها لم تخرج يعني بمحددات واضحة للمشاورات أو لاستمرار المشاورات وفي أيامها المقبلة، بمعنى أن هناك تعثر ما يحدث الآن لهذه المشاورات، وهناك الآن في المقابل جهود تبذل من قبل دولة الكويت، حيث أجرت أو أجرى الوفد وفد صنعاء لقاءات مع مسؤولين في الخارجية الكويتية. تأتي هذه اللقاءات بحسب المعلومات في إطار السعي ل إعادة المشاورات بشكل فاعل وجدي، وأيضا تحريك عجلة المشاورات التي تراوح في مكانها وفي نقاطها الأولى منذ انطلاقها قبل نحو أسبوعين. بمعنى أن أيضا اللقاءات أيضا لم تتوقف على وفد صنعاء، هناك لقاءات أخرى مع وفد الرئيس هادي الذي يبدو متصلبا في بعض نقاطه، وهي المتعلقة بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح قبل الشروع في النقاش حول تشكيل سلطة انتقالية توافقية. أيضا عودة الغارات الجوية وبشكل مكثف اليوم في صنعاء، هذا الأمر أيضا بحسب المعلومات وبحسب أيضا ما قاله مراقبون أنه قد يؤدي إلى تعثر، وإن لم يؤدي إلى فشل المفاوضات وتوقفها على نحو نهائي، حيث أيضا المواجهات ما زالت مستمرة، الخروج في عدة جبهات قتال ما زالت مستمرة في اليمن، وهذا بالتأكيد يرخي بظلاله ويؤثر على مسار المشاورة، رغم ما تحدث عنه المبعوث الأممي عن فصل المسار السياسي عن الميداني. أيضا وفاء اليوم هناك تحركات للوفد النسائي الذي جاء من اليمن ومن دول أخرى، وهو وفد يمني يتكون من 7 نساء يمنيات ناشطات في السياسة وحقوق الإنسان وأيضا إعلاميات. هذه التحركات بدأت. ما وظيفة هذا الوفد؟ نعم، المعلومات تتحدث بأن الوفد أو مهمة الوفد ستقتصر على مسألة الدفع بعملية المشاورات، أيضا هي مهمة الوفد أيضا تكون في مسألة التوسط أو قيادة جهود وساطة والقيام بجهود وساطة بين طرفي المشاورات، لكن حتى هذه اللحظة الوفد لم يلتقي بطرفي المشاورات، واقتصرت اللقاءات على سفراء الدول 18 الذين يقومون أيضا بجهود دبلوماسية رفيعة في التقريب بين وجهات النظر. اليوم هناك مؤتمر صحفي لهذا الوفد النسائي، هو سيتحدثنا عن المهمة بشكل واضح وأيضا ما يمكن القيام به خلال الأيام المقبلة. المؤتمر سيعقد الآن بعد نحو ساعة من الآن. طيب، كل الشكر لك أحمد عبد الرحمن، مفدي الميادين إلى الكويت، على هذه المعلومات. أفاد مراسلنا في حلب بسقوط قذائف على ضحية الأسد وسط أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين. أما في ريف حلب الجنوبي فنشبت اشتباكات بين الجيش السوري وجيش الفتح والمجموعات المسلحة في محيط خان طومان. الجيش السوري استهدف بالمدفعية الجماعات المسلحة، وقد أدى الاستهداف إلى تدمير آليات ودبابات للجماعات المسلحة وقتل وجرح من فيها، وفق ما أفاد به مراسلنا. والمزيد من التفاصيل معنا من حلب، مراسل الميادين رضا الباشا. أهلا بك رضا، كيف هي الأوضاع لديك؟
نعم، وفعلا ما تزال الاشتباكات مستمرة في محيط خان طومان. تنسيقيات الجماعات المسلحة تتحدث عن تقدم للجيش باتجاه خان طومان البلدة. طبعا لابد أن نذكر بأن الجيش السوري متواجد في مستودعات الأسلحة ومستودعات الوقود الواقع إلى الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب وإلى الشمال من بلدة خان طومان. تحدثت كما أشرت تنسيقيات الجماعات المسلحة عن تقدم الجيش السوري في محيط بلدة خان طومان. إلى الآن لا يوجد أي تعليق رسمي من قبل غرفة العمليات المشتركة عن هذه المعركة. ما تحدثت عنه غرفة العمليات هو اشتباكات عنيفة تجري في محيط بلدة خان طومان. طبعا الجبهة الغربية أيضا لمدينة حلب عملت الجماعات المسلحة على إيجاد حالة إشغال للجيش السوري من أجل منع تحرك الجيش السوري في الجبهة خان طومان. إلى الآن يمكن التأكيد بأن الجيش السوري تمكن من تدمير ما يقارب 6 عربات للجماعات المسلحة، من بينها دبابتين وعربة داخل بلدة خان طومان تم استهدافهم بصواريخ موجهة. كما يمكن القول بأن العملية العسكرية مستمرة وأن الجيش السوري لربما سيستمر في هذه العملية من أجل إعادة بلدة خان طومان التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة بعد خرقها للهدنة التي أعلنت عنها بين الجانبين الروسي والأمريكي قبل أيام. طبعا لابد أن نذكر بأن خرق الهدنة التي أعلنت وتمديد الهدنة الذي أعلن مساء يوم البارحة بأنه تم تمديدها إلى 72 ساعة قامت الجماعات المسلحة بخرقه منذ الساعات والدقائق الأولى لهذا الإعلان، حيث قامت باستهداف أحياء ضحية الأسد، حلب الجديدة، المجامبو، الميدان، وصولا إلى الشهباء الجديدة في مدينة حلب بعدة قذائف هاون، مما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المدنيين. وهذا الخرق للهدنة يعتبر الخرق الرابع للهدنات التي أعلنت في مدينة حلب، وهي تؤكد بعدم التزام الجماعات المسلحة بهذه الهدن المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي. كل الشكر لك رضا الباشا مراسل ميادين في حلب على هذه المعلومات. دمر سلاح الجو في الجيش السوري عشرات العربات التابعة لتنظيم داعش في ريفي حمصة ودير الزور. وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة سانا أن الطائرات السورية دمرت عشرات العربات لداعش شرق حقل جزل وشمال وغرب حقل المهر في ريفي حمصة الشرقي. وأضاف المصدر أن الطائرات الحربية السورية دمرت عربات مزودة برشاشات لداعش في الكسارات والمريعية بدير الزور أيضا. ومن حمص ينضم إلينا مراسل ميادين طارق علي. أهلا بك طارق. إذن سلاح الجو السوري يدمر عشرات العربات لتنظيم داعش في رفي حمص ودير الزور، ماذا لديك من تفاصيل حول هذا الموضوع؟ نعم وفا، بالفعل كان هناك خلال اليوم واليومين الماضيين طلعات مكثفة لسلاح الجو في الجيش السوري، سلاح الطيران الذي استهدف عربات وآليات وأيضا تحركات لمسلحية داعش على امتداد المحاور الشرقية، محاور حقول النفط تحديدا في شرق مدينة حمص والاتجاه الشمال الغربي من مدينة تدمر، حيث استهدف عدة نقاط لمسلحي داعش داخل حقل شاعر بعد سيطرتهم على هذا الحقل الاستراتيجي. أيضا تدور اشتباكات عنيفة لعب فيها الطيران دورا فعالا في محيط حقل مهر النفطي وأيضا في محيط حقل جزل النفطي. الجيش السوري ما زال متواجدا في المنطقة يحاول وقف تمدد داعش ما بعد سيطرته على حقل شاعر النفطي قبل يومين. الآن تدور مواجهات عنيفة كما ذكرت لك يلعب فيها سلاح الطيران الدور الأبرز من خلال الطلعات المكثفة لاستهداف كل تحركات وآليات داعش التي يعني ما زال يرسلها التنظيم كتعزيز للقوات التي أصبحت متواجدة لديه في المناطق المسيطر عليها أخيرا وفاء. نعم كل الشكر لك طارق علي مراسل ميادين في حمص. بعد الأضرار التي ألحقها داعش بمدينة تدمر السورية، وجهت الحكومتان السورية والروسية دعوة مفتوحة إلى سفراء الدول في منظمة اليونسكو لتقييم الخراب الحاصل وإعادة ترميم الآثار كي تعود المدينة إلى سابق عهدها. هنا تدمر، حجارة المدينة الأثرية وركام قوس النصر فيها يحكيان عن همجية كبيرة حلت عليها في يوم من الأيام. بوابة الشمس في بادية سوريا تنتصر من جديد رغم دمار رمز نصرها ومعابدها. العودة بآثار تدمر وصورتها المشرقة أولى الخطوات العملية بعد تخليصها من ألغامها وشبكات التفخيخ فيها. دفع جدي من الحكومتين السورية والروسية للمباشرة في إعادة ترميم ما دمره تنظيم داعش من آثار في المدينة. دعوة مفتوحة وجهت إلى سفراء الدول في منظمة اليونسكو للاطلاع على الخراب الذي حل فيها وتقييم الوضع الفني لآثار المدينة.
العديد من سفراء الدول المعتمدين لدى منظمة اليونسكو زار تدمر للمرة الأولى في رحلة عمل لتقييم الخراب الحاصل ولتحديد ما يلزم من خطوات عملية للنهوض بالمدينة الأثرية المصنفة في لائحة التراث العالمي للمنظمة. نحن نتعاون مع الحكومة السورية في جميع المجالات والاتجاهات، وتعاوننا عميق ومنظم، والحكومة السورية تساعدنا بشكل كامل في توفير جميع الاحتياجات التي تلزمنا في عملية إنقاذ الآثار والإرث الحضاري، كما توفر لنا الأمن والطرقات وسلامة العاملين. في سوريا نحن نعتمد على الكثير من الاختصاصيين السوريين، لأن في سوريا الكثير من الناس المثقفين والخبراء في مجال الآثار. تضافر للجهود بين خبراء اليونسكو والحكومة السورية التي قدمت كل التسهيلات اللوجستية لعملهم ولتقييم الواقع على الأرض. خبراء الآثار السوريون لهم دور أساسي في العمل وتقديم المعلومات، حيث تم الاعتماد على خبراتهم في إعادة ترميم تدمر. الأضرار التي لحقت مدينة تدمر الأثرية هي موضع تقييم من قبل خبراء الآثار في الجمهورية العربية السورية، وفي مقدمتهم المديرية العامة للآثار والمتاحف، وذلك بإرادة سياسية سورية وبجهد جماعي تقوم به حكومة الجمهورية العربية السورية. 20% هي نسبة الخراب الحاصل في تدمر، ما يستلزم 7 سنوات من العمل لإعادة المواقع المدمرة إلى سابق عهدها. مهمة صعبة وجدية لإعادة تدمر أيقونة وعنوانا للحضارة الإنسانية في الشرق. نبقى في تدمر، حيث تفكك وحدات الهندسة الروسية المئات من الألغام المزروعة التي خلفها داعش، وتزيل أكثر من 18,000 لغم ومادة متفجرة من المدينة السكنية. الالتزام بالسير ضمن الشرائط الحمراء والمسالك الخاصة كان ضروريا في تدمر بعد تحريرها. المئات من الألغام المزروعة خلفها تنظيم داعش بعد انسحابه من المدينتين الأثرية والسكنية احتاجت إلى جهد خاص لتفكيكها من قبل وحدات الهندسة الروسية التي تكفلت بإزالتها. خبراء تفكيك المتفجرات الروس أكملوا مهمتهم في تدمر باستخدام الأجهزة المتطورة التي أتوا بها. الأجهزة ساهمت بنحو فعال في الكشف عن أعقد شبكات التفخيخ وإزالتها من دون تشكيل خطر على المدينة الأثرية. بواسطة عمل المركز الدولي لمكافحة الألغام في روسيا بدأت أعمال إزالة الألغام، وخلال هذه العملية تم تنظيف 234 هكتارا من الأراضي وعشرة أبنية أثرية، وجرت إزالة 2999 مادة مفخخة. وفي المدينة السكنية تم تنظيف 825 هكتارا، من ضمنها 8500 مبنى سكني، وأزيل أكثر من 18,000 لغم ومادة متفجرة. قرب القاعدة الروسية في تدمر يعمد الجنود الروس إلى تدريب عناصر الجيش السوري على المعدات الجديدة والألبسة الخاصة للكشف عن المتفجرات. حقول تدريب ومساحات جغرافية محددة يطبق فيها الجيش تدريبات عملية للتعامل مع الأجسام المعدنية والألغام الأرضية وكيفية تفكيكها. تعاون عسكري انعكس عمليا على زيادة خبرات الجيش السوري بعد أشهر من الدخول الروسي في معارك سوريا وجبهاتها. في لبنان تتواصل عمليات الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل. هذا وقد انتشر 20,000 من عناصر الأمن في محيط مراكز الاقتراع في البقاع وبيروت لمواكبة العملية الانتخابية وتأمين الحماية للمقترعين. اللبنانيون يقترعون للمرة الأولى منذ العام 2010 لاختيار مجالسهم البلدية والاختيارية. المرحلة الأولى من الانتخابات التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي انطلقت من العاصمة بيروت ومعها محافظة البقاع، وسط أجواء تنافسية تداخل فيها السياسي بالعائلي واختلفت حماوتها بين بلدة وأخرى. رئيس الحكومة تمام سلام أثنى بعد إدلائه بصوته على الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات. تحية إلى وزارة الداخلية وإلى وزير الداخلية وفريق عمل وزير الداخلية لما أحضروه وينجزوه اليوم وطوال هذا الشهر. التحالفات السياسية في بيروت اختلفت عن البقاع،
ففي العاصمة تحالفت قوى 18 من آذار في لائحة البيارتي في مواجهة لائحة بيروت مدينتي التي تقول إنها تمثل المجتمع المدني وتعد اللائحة المنافسة الأولى للائحة الأحزاب وعلى رأسها تيار المستقبل. الناخبون أعربوا عن ارتياحهم لسير العملية الديمقراطية على الرغم من عدم التكافؤ بين اللوائح المتنافسة سواء منها المالية أو الإعلامية والتي تصب في تعزيز فوز لائحة الأحزاب. تمام ماشي بلشت عم تحسسنا بيروت رجعت لعزها. في بيروت أيضا لائحة أخرى تحت مسمى مواطنون ومواطنات وأخرى غير مكتملة لجمعية المشاريع، لكن انطلاق الانتخابات البلدية في لبنان يسقط ذريعة التمديد مستقبلا للبرلمان خصوصا إذا ما توافرت الظروف الأمنية. الانتخابات البلدية أضحت واقعا في لبنان وبددت الشكوك حول عدم نجاح الحكومة في إجرائها على غرار الانتخابات البرلمانية التي استعيض عنها بالتمديد، انتخابات عرفت تحالفات غير ثابتة اختلط فيها السياسي بالعائلي. عباس صباغ، بيروت، الميادين. ونبقى مع الزميل عباس صباغ معنا من زحلة. عباس، كيف تسير العملية الانتخابية حيث أنت في زحلة؟ نعم، هنا العملية الانتخابية فيها حماوة لافتة. هنا في زحل ثلاث لوائح انتخابية، الأولى مدعومة من التيار الوطني الحر والقوات وحزب الكتائب، والثانية من الكتلة الشعبية، والثالثة من الوزير السابق نقولة فتوش. يعني ثلاث لوائح مكتملة. هنا حيث نحن متواجدون حصل إشكال بسيط قبل الظهر لكن لم يؤثر على توافد الناخبين، حيث سجلت هنا أعلى نسبة انتخابات في زحل وصلت إلى 38%. أما إجمالي الناخبين في مدينة زحل فهو 25%. لا إشكالات تذكر، يعني لا يزال الناخبون يتوافدون إلى أقلام الاقتراع وسط تعزيزات أمنية مشددة تحديدا هنا في هذا المركز. الجيش اللبناني ينشر عناصره وآلياته حول هذا المركز. مريم سكاف رئيسة الكتلة الشعبية، رئيسة لائحة زحل أمانة، وهي زوجة الوزير السابق ليا سكاف، قالت للميادين بأنها متفائلة بفوز لائحتها، لكن بحسب المعطيات لا فوز للائحة مكتملة هنا في هذه المدينة. إجمالا في البقاع حيث نحن متواجدون العملية تسير بشكل انسيابي، لا مشاكل تذكر. حتى في عرسال البلدة الحدودية مع سوريا هناك مراكز اقتراع يعني قريبة من مقر الجيش اللبناني، حيث اقترع أهالي عرسال حتى اللحظة وصلت النسبة إلى 35%. هذا يعني بأن هناك إقبال على هذه الانتخابات البلدية. في بعلبك الهرمل الأمر يعني عينه تتكرر، يعني الناخبون يتوافدون بكثافة إلى مراكز الاقتراع. لا فقط أشير أن التحالفات السياسية في هذه الانتخابات البلدية ليست ثابتة. إذا تحالف حزبان في بلدة معينة هذا لا يعني بأنهم لا يتنافسان في البلدة الأخرى. هي على أي قاعدة تجري هذه التحالفات عباس؟ يعني هنا في زحل يعني في الانتخابات النيابية السابقة والبلدية السابقة لم يكن التيار الوطني الحر إلى جانب القوات اللبنانية أو حزب الكتائب، لكن ارتأوا التوحد في مواجهة لائحة الكتلة الشعبية التي يعني كان يرأسها الوزير السابق لياس كيف والآن برئاسة أحد أقاربه. هذا لا معيار محدد للتحالفات، بينما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يتنافسان في بلدات بقاعية أخرى. وأيضا الأمر ينسحب على معظم الأحزاب اللبنانية، هناك يعني حيز كبير للعائلات وقرار العائلات في تشكيل اللوائح في معظم هذه البلدات. نحن في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تستمر لنهاية الشهر الحالي، يعني في زحل قرابة 65,000 مقترع، يتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 40%. أما في بيروت إن سمحت لي، يعني بحسب ما تواصلنا مع زملائنا ومع وزارة الداخلية بأن نسبة الاقتراع متدنية هي 10% في الإجمالي العام. في بعض المناطق التي يتمتع فيها المستقبل تيار المستقبل بنفوذ لافت وسط النسبة إلى 25%، بينما في مناطق أخرى، مناطق يعني إن صح التعبير مناطق التواجد الأحزاب المسيحية، فلا تزال النسبة متدنية. وبالتالي كلما تدنت النسبة بحسب المراقبين هنا يعني متابعين العملية الانتخابية، تكون حظوظ لائحة البيارتي التي يدعمها تيار المستقبل ومعظم الأحزاب من الثامن والرابع عشر من آذار تكون حظوظها كبيرة. نحن في انتظار إقفال صناديق الاقتراع في 7 من مساء هذا اليوم، يعني حتى اللحظة لم يسجل إشكالات تذكر.
السكر حتى هنا يعني في زحل كان إشكال بسبب ما سمي هنا دفع المال السياسي، هذا ما يقوله طبعا الناخبون وأنصار اللوائح المختلفة يوزعون الاتهامات بين بعضهم حول المال السياسي، لكن هي عادة لبنانية معروفة هنا في كل انتخابات. إذا هنا هذه هي الأجواء من زحل والبقاء عموما في انتظار إغلاق صناديق الاقتراع والإعلان عن الفائزين في هذه الانتخابات البلدية التي تجري على الرغم من فقط ألفت أن الانتخابات البرلمانية ألغيت ومددة للبرلمان اللبناني بسبب الظروف الأمنية، لكن هناك دستوريون وقانون يقولون بأنه يجب الطعن مجددا بالتمديد لأن الظروف الأمنية أصبحت ملائمة لإجراء انتخابات، ومن يجري انتخابات بلدية لا يمنع من إجراء انتخابات برلمانية. شكرا جزيلا لك عباس الصباغ مراسل ميدين، كنت معنا من منطقة زحل اللبنانية. رفض رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تكليف ضباط في الجيش بتشكيل غرفة لقيادة الحرب ضد تنظيم داعش. صالح وفي بيان له اتهم المجلس الرئاسي بانتحال صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، ورأى أن وجود أي فصيل عسكري في مدينة سرت هو خروج عن القانون. البيان جاء بعد إعلان ضباط موالين لحكومة طرابلس تشكيل غرفة عسكرية لقتال داعش بين مدينتي مصراتة وسرت تنفيذا لقرارات المجلس الرئاسي. الحوار والدستور عناوين تصدرت خطابات قادة أحزاب منتدى الديمقراطية والوحدة المعارضة في موريتانيا على هامش مسيرة اعتبرت من بين أكبر المسيرات في تاريخ البلد الحديث، ردا على دعوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أيام لتعديل الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ. التفاصيل مع أبي زيدان. تماما كما كان متوقعا، كانت المسيرة الأكبر في تاريخ نواكشوط منذ سنوات. الآلاف من سكان المدينة خرجوا إلى الشارع لتلبية نداء أحزاب منتدى المعارضة، نفس المسار الذي سلكوه منذ أشهر واصلوه قبل أن يتوقفوا هذه المرة في منتصف الطريق بعدما منعتهم قوات الشرطة من مواصلة المسير. اليوم ساكنة نواكشوط تخرج في هذا الحشد المهيب للتعبير عن رفضها القاطع للخطاب الاستفزازي ومحتواها الذي ألقاه رئيس الدولة قبل أيام في النعمة، خاصة أنه يمس في هذا الخطاب من أهم ثوابت هذه الأمة ومكتسباتها ألا وهي الوحدة الوطنية والدستور الذي يعتبر أهم مكسب في المرحلة الماضية. نحن اليوم في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة نؤكد أن الشعب الموريتاني قاطب سيقف وبكل تحدي أمام كل هذه المحاولات المساس بأهم مكتسباتنا. قادة أحزاب منتدى المعارضة ظهروا هذه المرة أكثر ثقة بمناضليهم وبالحدة نفسها التي وصفهم بها الرئيس محمد عبد العزيز قبل أيام، أعلنوا رفضهم تغيير الدستور مع استعدادهم الكامل لبذل ما يتطلبه الأمر من تضحيات لمنع تمرير مدة رئاسية ثالثة يمنعها الدستور ويريد النظام الحاكم فرضها بالقوة حسب رأيهم. الشعب الموريتاني قادر على كل شيء، على أن يوقف أي رئيس يريد أن يستمر في السلطة رغم مقتضيات الدستورية الصريحة والواضحة التي تمنعه من ذلك. الشعب الموريتاني نحن نعول على شعبنا. ومع أن المسيرة كانت مبرمجة منذ أيام، إلا أن خطاب الرئيس مؤخرا في مدينة النعمة فرض نفسه على كل تفاصيل المشهد هنا، سواء من حيث الحضور القوي أو من حيث مضامين ولغة خطاب قادة المعارضة التي بدت وكأنها قد حرقت جميع مراكب العودة. هو مسار جديد خلت العلاقة بين النظام والمعارضة، ومع أن بعض أحزاب هذه المعارضة حدد موقفه من الحوار، إلا أن الرهان يظل قائما حول قدرتها في النهاية على التماسك في وجه إصرار النظام على اختراقها لإضفاء مزيد من الشرعية على الحوار المرتقب. أبي زيد نواكشوط، الميادين. اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة الإيطالية بالقرب من الحدود مع النمسا، وذلك لدى احتجاجهم على خطط لتشديد الرقابة على منفذ حدودي، وتحولت المظاهرة إلى العنف عندما ألقى مئات المتظاهرين المفرقعات النارية والحجارة، وأطلقت الشرطة في المقابل الغاز المسيل للدموع، وحذرت النمسا من إمكانية إعادة تطبيق عمليات التفتيش على الحدود في ذلك الممر الجبلي في منطقة الألب على طول الحدود بين إيطاليا والنمسا في حال زيادة تدفق اللاجئين إلى إيطاليا.
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية بالنفاق لضغطها على بلاده حول قوانينها المتعلقة بالإرهاب. وقال الرئيس التركي أن الذين ينتقدون تركيا يغضون الطرف عن الديمقراطية والحريات عندما تنفجر القنابل على أراضيهم. وأضاف أن على أولئك الذين يطالبون تركيا بتغيير قوانينها المتعلقة بالإرهاب أن يزيلوا خيم الإرهابيين المنصوبة خارج مبنى البرلمان الأوروبي، في إشارة إلى سماح السلطات البلجيكية لمؤيدي حزب العمال الكردستاني بنصب مخيم احتجاجي. يناقش البرلمان اليوناني مشروع قانون إعادة تأسيس نظام التقاعد وزيادة الضرائب والرسوم الذي طالب به دائن البلاد مقابل خطة مساعدة جديدة. مشروع القانون يثير غضب النقابات التي دعت إلى تظاهرة عشية اجتماع لمجموعة اليورو في اليونان. بين الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها وبين سخط شعبي نتيجة سياسات التقشف الحكومية، تحاول اليونان إيجاد توازن في التعامل مع أزمة سياسية اقتصادية جديدة ساحتها البرلمان والشارع على حد سواء. البرلمان طرح عليه مشروع إصلاح مثير للجدل لبرنامج التقاعد في البلاد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عشية اجتماع لمجموعة اليورو حول اليونان. أما في الشارع فإن مشروع الإصلاح الجديد لا يحظى بقبول شعبي، فالقانون الذي ينص على خفض رواتب التقاعد الأعلى ودمج عدد من صناديق التأمين وزيادة المساهمات المالية للتقاعد والرسوم والضرائب على أصحاب المداخيل المتوسطة والكبيرة رأت فيه النقابات عملية نهب، وهي استبقت اجتماع البرلمان لتسجيل اعتراضها بالدعوة إلى إضراب عام لمدة 48 ساعة، هو الرابع منذ وصول رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى السلطة بداية العام الماضي. في مقابل الاعتراض الشعبي تواصل الحكومة سياساتها التي تصفها بالإصلاحية، وهي وإن حاولت استيعاب الشارع إلا أن الكلمة النهائية تبقى للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وزير المال اليوناني إقليدس تساكالوتوس دعا نظرائه في منطقة اليورو إلى الموافقة خلال اجتماعهم في بروكسل على الإصلاحات التي أعدتها اليونان، مشيرا إلى أن ذلك سيحفظ الاستثمارات والنمو. خلال هذا الاجتماع سينكب وزراء المال الأوروبيون على تقييم الإصلاحات، لكن المعضلة تكمن في أن هذه الإصلاحات لم تحصل بعد على موافقة الجهات الدائنة بسبب الخلافات، خصوصا بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. أعلن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي إلا إذا انتهكت سيادتها دولة نووية أخرى. وفي خطاب أمام المؤتمر العام للحزب الحاكم أكد جونغ أون أن بيونغ يانغ ستفي بالتزاماتها في مجال حظر الانتشار النووي وأنها ستمارس ضغوطا في سبيل جعل العالم خاليا من السلاح النووي. لا انتصار ساحقا أو واضحا لأي من الأحزاب البريطانية في الانتخابات الأخيرة. جيرمي كوربن زعيم حزب العمال استطاع نسبيا الحفاظ على مكاسب الحزب، أما المحافظون ورغم تراجعهم البسيط إلا أن الأمور ستتعقد على زعيمهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يواجه مشاكل جمة. موسى سرور. لم تجري رياح الانتخابات المحلية وفق ما تشتهي أهواء قادة الأحزاب السياسية البريطانية، انتخابات وإن تفاوتت فيها الخسائر بنسب مختلفة إلا أنها سترسم ملامح مرحلة جديدة في الحياة السياسية البريطانية. حزب المحافظين الحاكم الذي قاتل بشراسة لتلميع صورته بعد فضيحة بنما وانقسام قادته بشأن الاتحاد الأوروبي استطاع أن يحقق فوزا تاريخيا في اسكتلندا بعد أن حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية، وانتزع أيضا بعض المقاعد في برلمان ويلز من منافسه الأول حزب العمال. إذا أخبرني أحد قبل سنوات أننا سنحل ثانيا في اسكتلندا سأعتبره ممازحا وأطلب منه التفكير جديا في الأمر. أدرك أن هناك الكثير من الأعمال التي لا بد من القيام بها لاستعادة شعبيتنا في اسكتلندا. سنبقى معكم ونعمل سويا من أجل استعادة دور الحزب. زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن خيب توقعات الصحافة اليمينية التي تنبأت بخسارته، وتمكن من الاحتفاظ بمعظم مقاعد حزبه في المجالس المحلية ولا سيما في إنجلترا، فضلا عن وصول المرشح العمالي صديق خان إلى منصب عمدة لندن.
كوربين المنتجي بفوز خان تعرض لانتكاسة في الانتخابات الاسكتلندية بتراجعه إلى المرتبة الثالثة في البرلمان المحلي، لكنه استعاض عن ذلك بتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في ويلز. أعتقد أن خسارة المحافظين لمنصب عمدة لندن أمر سيء بالنسبة لهم، وذلك بعد سنوات من سيطرتهم على المدينة. الحزب الوطني الاسكتلندي الذي جعلته نتائج الانتخابات رقما صعبا في المعادلة السياسية البريطانية بعد أن حقق فوزا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية، إلا أنه فقد الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة محلية منفردا، لكن الأهم بالنسبة له أن هذا الفوز سيعبد له الطريق أمام إنجاز حلمه التاريخي في استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. نجح جيرمي كوربين في الاختبار السياسي الأول له منذ تولي زعامة الحزب في العام الماضي، وبدد كابوس انقلابي خصومه السياسيين في داخل الحزب بعدما تأكدت شعبيته في الشارع البريطاني. أما كاميرون فيواجه تركة سياسية ثقيلة في لملمة خسائره الانتخابية واستعادة ثقة الشارع بحزب المحافظين. مستسر لندن، الميادين. تدخل حرائق كندا يومها السابع، وتعجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليها مع توسعها متجاوزة 2000 كيلومتر واقترابها من منشأة نفطية شمال ألبرتا، فيما حذر مسؤولون من أن نحو 100,000 شخص فروا من المنطقة لن يعودوا إلى ديارهم قريبا. هي أسوأ كارثة تمر بها كندا منذ زمن، والسلطات تبذل جهودا مكثفة في محاولة لاحتواء موجة الحرائق التي تضرب مقاطعة ألبرتا وسط البلاد. النيران تقترب من منطقة التجمعات النفطية حيث باتت سحابة الدخان تحوم فوقها. حتى الآن تبدو السلطات الكندية مربكة أمام تصاعد ألسنة اللهب. من الواضح أن هذا الحريق سيؤثر على معامل الطاقة والكهرباء في المنطقة. شركة سانكور أخلت عددا من موظفيها غير الأساسيين بشكل احترازي، ونتوقع أن تصل الحرائق إلى بعد أمتار من المحطة. لا بد من حماية المعمل وتجهيزه لمواجهة الحرائق والتهديدات الأخرى. مواطنون كثر اضطروا للنزوح بسبب سرعة امتداد الحرائق في الغابات. الإحصاءات الرسمية الأولية تشير إلى أن الحريق دمر حتى الآن أكثر من 1600 مبنى وأجبر ما يقرب من 90,000 شخص على النزوح من المدينة. أما المساحات التي التهمتها ألسنة اللهب فتقدر ب 2000 كيلومتر مربع. في البداية قلت لنفسي حسنا، ربما سأبقى هنا لمدة يوم أو أكثر، لكن الآن لا أدري ما أفعل. ليس لدي منزل آوي إليه، ليس لدي عمل، لقد فقدت كل شيء، كل شيء. في وقت يخشى فيه المواطنون والحكومة من تمدد النيران إلى مقاطعة أخرى في البلاد، استعانت السلطات المحلية الكندية للمرة الأولى ببعض التقنيات الحديثة لإخماد الحرائق، منها طائرات من دون طيار درون لتعقب الحرائق بواسطة الحرارة والرياح وعوامل أخرى. والآن إلى فقرة الرياضة وزميل محمد جرادي. تفضل محمد. شكرا لك وفاء. السلام عليكم. توج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام جمهوره بعد الفوز على أفرتون 3-1. ليستر كان حسم اللقب من الجولة الماضية حين تعادل ملاحق توتنهام مع تشيلسي. الاحتفالات انتقلت إلى مختلف الشوارع التايلندية لكون ملكية النادي تعود إلى رجل أعمال محلي. اللقب هو الأول لليستر في التاريخ، والمدرب كلاوديو رانييري قال إنه كان على يقين بإحرازه لقبا مهما يوما. تتويج ليستر سيتي في الدوري الممتاز قابله فوز ميدلزبرا في الدرجة الأولى ليشارك الموسم المقبل في أقوى دوري في العالم. المدرب آيتور كارانكا قاد الفريق إلى التتويج والصحالة فرح عارمة. التعادل بهدف في اللقاء النهائي كان كافيا لضمان المركز الثاني المؤهل للصعود، وبالتالي حصول النادي على مبلغ 170 مليون جنيه استرليني مجزأ على 3 مواسم للدخول في سوق الانتقالات. سيودع الليلة جمهور ريال مدريد اللاعب ألفارو أربيلوا حين يلعب للمرة الأخيرة على ملعب سانتياغو برنابيو بقميص الملكي. أربيلوا لن يجدد عقده مع الملكي على أن ينتقل لأحد الأندية الأوروبية مع نهاية الموسم الحالي. ابن 33 عاما أحرز كل الألقاب مع ناديه من اللقب المحلي والكأس للتتويج بدوري أبطال أوروبا.
الريال لا خيار أمامه اليوم سوى الفوز على ضيفه فالنسيا ليبقي على أماله بالتتويج بالليغا. هذا وتنطلق الجولة 37 باستضافة برشلونة لغريمه إسبانيول، وأي تعثر يعني التنازل عن الصدارة. أكبر لاعب في الدوري الإسباني أعلن اعتزاله عن عمر 40 عاما، لاعب بالماس خوان كارلوس فاليرون، ودع الجمهور بالدموع وهو من قاد الفريق الموسم الماضي للصعود إلى الدرجة الأولى وضمن استمراره. وإدارة النادي عينت فاليرون قائدا فخريا وسفيرا للنادي لكونه أنهى مسيرته في لاس بالماس من حيث بدأها. لاعب الوسط جال خلال مسيرته على أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لا كورونيا. في التنس التاريخ يعيد نفسه مع رافائيل نادال في دورة مدريد بعد خروجه من المنافسة على يد أندي ميراي. النجم الإسباني خرج من نصف النهائي على يد منافسة الإسكتلندي بمجموعتين. ميراي يسير على درب المحافظة على لقبه ليضرب موعدا ناريا مع المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش الفائز على كيني شيكوري بمجموعتين نظيفتين. ولدى السيدات أحرزت اللقب الرومانية سيمونا هاليب بالفوز في النهائي على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا بمجموعتين. ابنة 24 عاما أنهت منافسات العام الماضي على أفضل نحو بتتويجها بلقبي لجراند سلام في الولايات المتحدة وأستراليا. الختام من السلة الأمريكية، حيث سقط جولدن ستيت واريورز في ثالث مواجهات نصف نهائي المنطقة الغربية أمام مضيفي بورتلاند تريل بليزرز. الضيوف تأثروا بغياب النجم الأول ستيفن كاري المصاب. حاول زميله دريموند جرين قيادة الفريق إلى الفوز لكنه لم ينجح في المهمة، علما أنه سجل 37 نقطة وتسع متابعات. داميان ليلارد خطف الأضواء خلال اللقاء بتتويجه بثنائية مزدوجة وألف من 40 نقطة وعشر تمريرات حاسمة ليقود بورتلاند إلى الفوز وأحراز الانتصار الأول في السلسلة. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك وفاء مجددا. شكرا لك محمد. لم يبقى لنا سوى التذكير بعناوين النشرة. مقتل 8 من رجال الشرطة المصرية في هجوم جنوب القاهرة تبناه داعش. في حادث هو الثالث خلال أقل من 4 أيام مقتل شرطي سعودي خلال إحباط عمل إرهابي في الطائف. جلسة جديدة من المحادثات بين رؤساء الوفود اليمنية في الكويت، وحاملة الطائرات الأمريكية روزفلت تدخل خليج عدن. الطائرة السورية تدمر عشرات العربات لداعش في ريفي حمصة ودير الزور، والمسلحون يخرقون الهدنة في حلب. حرائق كندا تدخل يومها 7 في ظل عجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليها وفرار نحو 100,000 شخص. نشكر لكم حسن المتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net، بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. ألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأخبار. إلى اللقاء.